سلام الله عليكم. إذا نستعرض لكم في هذا الفيديو إن شاء الله موعد والتوقيت والقنوات النقلة لمباراة منتخب المغرب لكرة القدم للمكفوفين ضد منتخب اليابان في الألعاب المباراة الأنبياء والتي تقام في باريس. وكان المنتخب المغربي للمكفوفين قد وضعته القرعة في مجموعة تضم كل من الأرجنتين كولومبيا بالإضافة إلى منتخب اليابان، وانهزم المنتخب المغربي في الجولة الأولى أمام منتخب الأرجنتين ويواجه منتخب اليابان في الجولة الثانية، وتعد هذه الفرصة للحصول على إحدى الميداليات في الألعاب البارا الأنبياء التي تقام في باريس. موعد مباراة المغرب ضد اليابان في كرة القدم للمكفوفين 2024، المباراة تلعب مساء اليوم الاثنين الثاني من شتنبر 2024، وتنطلق المباراة على الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 12:30 زوالا بتوقيت مصر والسعودية. وخسر المنتخب الآسيوي مباراته الأولى أمام كولومبيا بإصابة لصفر. إذا سيستقبل المنتخب المغربي المكفوفين نظيره من اليابان على الملاعب الفرنسية مساء اليوم على الساعة 12:30 بتوقيت المغربي بعد منتصف النهار، و ستنقل المباراة على قناة الريادية المغربية. إذا حد موفق لمنتخب المغرب ضد منتخب اليابان للمكفوفين. الآن نترككم بعدما تعرفنا على الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة، سنترككم مع تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة منتخب اليابان.